مصر قالت والله احنا شايفين ان في بوتنشل من شركات صناعات تكنولوجيه زي صناعات المحمول ان هم يجوا. طيب في حاجه انتوا يا جماعه عايزين، ايوه احنا عايزين نيجي مصر. عايزين تيجوا مصر ليه؟ والله يا جماعه انتوا عاملين في مصر شغل كويس جدا، والشغل ده مرتبط بوجود شرايين تنميه، الا وهي شبكه واسعه قوميه للطرق والكباري وسائل النقل الى اخره. انتوا عندكم خدمات لوجستيه اصبحت بتنافس، انتوا عندكم قدرات في الموانئ وفي المطارات بتنافس اي حد في المنطقه، وبالتالي كمان انتوا عندكم بنيه اساسيه وعندكم بنيه تكنولوجيه تساهم في ذلك، بس عايزين منكم شوية إيه؟ تيسيرات، محفزات، كلام من ده. جت الحكومة قالت هنعمل محفزات وميسرات لو صح التعبير لتوطين صناعة التليفونات المحمولة في مصر. خليني في الحتة دي تحديدا أخد معانا على التليفون سيادة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب. أهلا 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 يوسف، إيه مساء الخير، إزي حضرتك؟ إزيك يا سيادة النائب، عامل إيه؟ ربنا يخليك، منور دايما بنورك. فرحني بحزمة المحفزات والتيسيرات، ولسه فاضل لي سؤال بس عايز اعرف الاول. اتفضل. الحقيقه هي زي ما قلت وانا يعني بتفق معاك، خاصه انا في قطاع الاتصالات بقالي فتره كبيره. صحيح. فشايف الحقيقه الدوله المصريه قادمه بشكل كبير جدا في جذب الاستثمارات في صناعه تكنولوجيا المعلومات بصفه عامه. يمكن النهارده دوله رئيس الوزراء تابع بنفسه كانت مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من المستثمرين لكبرى الشركات العالمية الحقيقة المستثمرة فعليا في مصر، لكن النهاردة هيزودوا استثماراتهم بشكل كبير جدا، خاصة زي ما بنقول توطين صناعة المحمول على وجه الخصوص يعني. الله. وشركات اسماء كبيره جدا يوسف بيه على فكره، يعني طبعا مش عاوز اقول اسمها، ولكن شركات عالميه كبرى يعني لها اسم عالمي. يعني في حاجه تبدا بحرف اس؟ اه طبعا. حاجه تبدا بحرف او؟ اه تمام. في حاجه زياده ولا انا ما عندي؟ قول لي. لا 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 تمام، المعلومه كده المعلومه فل؟ صحيحه 100%. فضل ونعمه، ثلاث شركات محمول. يعني عندنا اللي بيبدا بحرف السين ده النهارده الحقيقه تم التنسيق والاتفاق، واحنا مش عاوزين نحرق بقى يعني 100 فل. يعني يمكن الدكتور عمرو طلعت هيعلن خلال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كنا بنتكلم النهارده، ويمكن هيعلن خلال الفتره اللي جايه التفاصيل. وانا عاوز اكد الحقيقه ان وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطاعت خلال الفتره الماضيه وهذه الفتره جذب شركات صناعه محمول زي في شركه اولها نون والف وفيه طبعا يعني ده اضافه للاسماء اللي حضرتك قلتها يعني. ويمكن انا متوقع جذب شركات جديده خلال الاسابيع القليله القادمه. رائع رائع. ويمكن انا عاوز اقول، وانا كنت في لقاء دوله رئيس الوزراء من كام يوم برضو الحقيقه، وفي تسهيلات بتقدمها الحكومه الحقيقه، تسهيلات متعدده لهذه الشركات، خاصه مصر واعده بشكل كبير في صناعه تكنولوجيا المعلومات. وانا عاوز اضيف حاجه يوسف بيها على فكره، احنا دلوقتي يمكن سياده الرئيس وجه خلال الفترات اللي فاتت بانشاء المناطق التكنولوجيه في مختلف عدد المحافظات. النهارده في، بس عاوز اطمنك واطمن الساده المشاهدين ان احنا عندنا مناطق تكنولوجيه النهارده نسبه الاشغال فيها وصلت 100% زي اسيوط مثلا. النهارده احد الشركات العالميه عندها مصنع كبير بدا ينتج وبتعمل توسعات في بني سويف. تم التنسيق النهارده احدى الشركات اللي سيادتك قلت عليها سين دي هتتوسع في العاشر من رمضان. الله. اللي هو بقى اللي هو ايه؟ توطين صناعه المحمول. يا اهلا وسهلا، ينوروا ويشرفوا ويأنسوا. فده هيفتح سوق عمل كبير جدا 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 خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. انا كده سالت السؤال عشان كنت نفسي اعرف الشركات، فانا كده عرفت. يعني مش عارف اقول لك ايه، فرحت قلبي كده والله العظيم. الف 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 شكر ليك يا سياده النائب، ربنا يوفقنا جميعا اللي في خير البلد دي باذن الله سبحانه وتعالى. كل الشكر لسياده النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب.